جينا للشارع تنادك. والله يا جماعة شوف، من قاع من قاع من قيعان فبراير، لا من فبراير مو سنة، من 8 شهور 10 شهور أيام فبراير. هنا فبراير كان السوق عند 8400 المؤشر. تخيلوا نادك من تلك الفترة، من حتى هذا قاع فبراير وهذا قاع مارش، سوى قاعين جنب بعض بعدين طلع نادك. شوف الآن نفس اللعبة، جالس يلعب من منطقة 30 أو 31 10، اليوم سعره 32 قرب. طيب يعني نفس التصور، ما في شيء يعني جديد. لكن خليني أنا أستخدم يعني دقيقة، خليني أتذكر بعض البيانات الفنية. طبعا بنعرف كم صحح نادك من قاع كورونا، والله يا جماعة صحح نص الموجة. تصدقوا إنه كان قاب قوسين أو أدنى، يعني لو وصل على النظرية 27-80 كان صحح 61 فيبو وانطلق من قيعان. هذا قاع، والله هذا قاع فبراير، إيش هذا؟ هذا قاع فبراير هنا وهذا مارش هنا، شايفين المنظر ده؟ يعني وقفتنا فوق 50 فيبو طيبة إلى الآن، طيبة. ممكن سبحان الله يرجع يختبر فيها 38 فيبو المكسورة، يعني ممكن نشوف له حركة إلى 34 نوعا ما، 34.5 34.65. هذا الأعلى السنوي 45.70 45.70، يعني لو طلع السهم من 30 ل45 من جديد عند القمة جاب 50%. هذا طالع من قاع كورونا 16.81، من 16.81 إلى الآن يعتبر مدبل من مارش من عام 2020. طبعا السهم يا أخوان كان هنا عندنا ترند انكسر، شوفوا انكسر من متى؟ من يوم ما نادك بدأ يلعب تحت 37 هو سلبي، وقيده كاسر المتوسطات 3. طيب يا أبو محمود، والله سبحان الله نادك زي البابطين في طريقة نزوله يعني. طيب لو رسمنا له قناة هابطة أدي له منقى. والله شوف يعني بدأ يصلح عندما تمركز فوق 30، وفي عندنا هنا مطب، هذا المطب هذا 30-20، من يوم ما طلع فوق 30-20 والأمور تقول لك أنا ما زلت في قاع فني. ما داموا فوق الثلاثينات الله يسعدك ما لك إلا تصبر عليه، يعني صراحة ما في شيء سلبي جديد. ممكن ترى ممكن السهم بحول الله تعالى إذا تخطى اليومين دي على النظرية 33، شوف حتى فنيا 33-30 في مطب 33-30 حيجيك في وجهك حيشوف متوسط 50 نازل ب 33-30 اليومين دي. اليوم يقرأ المتوسط 33-70، حتبقى من أهم مقاوماتك 34-66-5. وعندنا هنا قاع مكسور، أنا أتوقع هو هذا محطة نادك الإيجابية، لو طلع يبغالك تحسب له 1000 حساب 35.5. أما الشمنكحلي 37، واضح وضوح الشمس تكون اخترقت المتوسطات 3 وعبر نادك خط الترند. ما زلت أنت محسوب بسعرك اليوم أقرب للقيعان. دائما أنا لو وصل نادك هنا قبل 37 أنا أعتبرها منطقة ترى قوية ومنطقة فولاذية، ولو عكسنا الفيبو من القمة إلى القاع أتوقع حتكون 38 فيبو. والله يا أبو محمود بالملي، والله بالملي 35-60 38 فيبو، وهذه أجمل رقم ممكن يحقق السهم في موجة ارتدادية مضاربية من قاع فني هو رجع منه، إنه يوصل في الموجة 38 فيبو. إذا وصلنا هناك عند المتوسطات 100-200 حنكون في محور قوي جدا. على العموم دعمك اليومين دي كمضارب والله أعلى وأعلم. خليني أوريك مطباتك أثناء الجلسة، شوف عندك مطب هنا أنت رجعت فوقه لك يومين نعمة قفلت فوقه، هذا دعمك بكرة 32 حلو. الدعم الثاني 31.5، خلاص الدعم الاستراتيجي 30-20،
قاع القناة 30 20، ولو جيت رسمت له ترند يقول لك الترند لا تكسر 31 وربع، هذا الترند المضارب اللي انت بنيته الآن من قاع 29 80. لو لا سمح الله جاء نادي كسر 31 وربع ثم كسر 30 ريال، شايف الهدف فين ممكن يروح؟ ما بين 27 85 إلى قاع فبراير. قاع فبراير عند 26 35 يصير هنا لا قدر الله. أنت خليك الآن متفائل، طالما زي السوق في اتجاه صاعد، ليست في منطقة هروب الآن. الهروب لو كسر 30، ما دمت فوق 30 ترى احتمال تلعب على إلى 35.5 مضارب، مضاربة إن شاء الله تعالى. نسأل الله لك التوفيق في نادك.